لقاء مهم جدا يجمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية الإيطالي. اليوم استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الداخلية الإيطالي. طبعا إيطاليا وملف الهجرة هو ملف مهم جدا، شفنا برشا لقاءات وزيارات متبادلة وتصريحات أيضا، وفي هذا الخصوص طبعا اللقاء تناول عدة مواضيع، أبرزهم هو ملف الهجرة غير النظامية، تناولوا زادة العلاقات بين تونس وإيطاليا، وبالأساس يعني ملف الهجرة كنحظى باهتمام كبير، خاصة الهجرة غير النظامية اللي تتفاقم حسب بيان رئاسة الجمهورية بصفة مستمرة كما تشير إلى ذلك الأرقام، حيث شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنه، وهون نركزوا برشا في رسائل رئيس الجمهورية اللي وجههم إلى الجانب الإيطالي. رئيس الجمهورية يقول لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها، وأشار إلى أن الضحايا تتضاعف أعدادهم يوما بعد يوم، وهناك شبكات إجرامية تستغل الظروف اللا إنسانية لمن تقطعت بهم السبل نتيجة الفقر واليأس وتتلقفهم للاتجار بهم، هذا إذا لم يقضوا في البحر ورمت الأمواج بجثثهم تقريبا كل يوم إن عثر على هذه الجثث أو حتى بقي باقية منها. رئيس الجمهورية قيس سعيد أشار إلى أن القضاء على الأسباب هو الطريق الأنجع لوضع حد للهجرة غير النظامية، شدد على أن تونس تعاني بدورها من هذه المأساة، والحل لا يمكن أن يكون إلا جماعي وفق مقاربة جديدة. رسالة مهمة جدا، مفادها أن تونس لا يمكن أن تتحمل لوحدها تبعات هذا الملف الثقيل، كل الأطراف بصفة جماعية وتشاركية لازم تتحمل مسؤولياتها، وتونس أيضا تعاني من هذه المأساة التي تعاني منها إيطاليا، باش ما تقولش إيطاليا أنه هي يعني تاخذ على عاتقها كل تبعات هذا الملف. اقترح في هذا الخصوص رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد اجتماع دولي في أقرب الأجيال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول اللي يتدفق منها هؤلاء المهاجرون، حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية، ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والأثار. لقاء مهم جدا، ورسائل أيضا من رئيس الجمهورية مهمة للغاية، يأتي هذا في ظل التصريحات المتتالية من الجانب الإيطالي. نلقاه في المقابل من جهة أخرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أكد في مقابلة مع صحيفة إيطالية، أكد التزام بلاده بالسعي إلى تجنب الانهيار المالي لشعب تونس الصديق حسب تصريحه. وقال تاياني في المقابلة اللي تم نشرها اليوم الاثنين، قال سنواصل بذل كل ما بوسعنا لدعم تونس اقتصاديا، وندعو شركائنا الأوروبيين للنظر إلى أزمة هذا البلد العظيم من خلال منظور إفريقي حسب تعبيره. قال الوزير إنه لا يمكن أن يكون التمويل الممنوح لتونس مشروط بإصلاحات الرئيس قيس سعيد، بل يجب أن يسير الأمران جنبا إلى جنب، وبين إنه إيطاليا قدمت لتونس 10 ملايين أورو أصلا، وهناك 100 مليون أخرى في طريق للوصول. قال بصفتنا إيطاليا نحن ملتزمون ليلا نهارا للمساعدة في تحرير التمويلات اللازمة وتجنب الانهيار المالي، ولكن يجب أن نفهم في الوقت نفسه أوقات وصعوبات الواقع التونسي دون إملاء الدروس على شعب من أصدقائنا، حسب ما نقلت عنه وكالة أكيد. نأخذ في متابعة أكيد لهذا الموضوع.
بقية الأخبار المستجدات اللي حاصلة في البلاد، أرقام اليوم على نسبة البطالة في تونس. نسبة البطالة في تونس ترتفع في الثلاثي الأول من سنة 2023 إلى 16.1%. قداش كانت؟ كانت 15.2% في الثلاثي الرابع من سنة 2022. هذا الارتفاع تم الإعلان عليه بشكل رسمي، وهذه إحصائيات رسمية أعلنها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين 15 ماي 2023. قدر عدد العاطلين عن العمل في الثلث الأول من سنة 2023 بنحو 655.8 ألف مقابل 624.6 ألف في الثلث الرابع من سنة 2022، أي بارتفاع قدره 31.2%. ارتفعت نسبة البطالة لدى الرجال، بلغت 13.9% مقابل 12.9% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. بالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 21.2% خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل 20.1% في الثلاثي الرابع من سنة 2022. سجلت أيضا نسبة البطالة من بين الشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 لتبلغ 40.2% مقابل 38.8% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. وغير ذلك المعهد الوطني كان هبط بكل التفاصيل، بالنسبة معناها للتفاصيل الكل اللي قدمها اليوم. نلقاه في موضوع آخر وخبر آخر في إطار المتابعة. بودربيلا رئيس البرلمان إبراهيم بودربيلا معنا كان عنده لقاء اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنافذين بتونس كريم بن عربية وأمين مالها صالح العبيدي، وعبر على استعداد المجلس مجلس نواب الشعب لتحيين مختلف التشريعات القائمة بما يسهل عمل عدول التنفيذ ويمكنهم من القيام بالدور الموكول لهم على الوجه الأفضل. وأكد حسب بلاغ أصدر مجلس نواب الشعب المسؤولية الجماعية وضرورة الإسهام النشيط لكل الأطراف في إنجاح المسار الإصلاحي اللي تنتهجه تونس، وأبرز أهمية الدور اللي يطلع به العدول المنفذين ضمن المنظومة القضائية وما شهده عملهم من تطور في سياق الحرس المستمر على ضمان نجاعة المهن المساندة للقضاء وجودتها.